الأهلي يتعادل مع فيوتشر 1-1 ويفقد نقطتين ثمينيتين في الصراع على القمة. كابتن شريف، برضو القلق اللي احنا ما زالت القاعدة موجودة الماتش، ان بعد دايما البطولات المهمة والمباريات المهمة والفوز بيها دايما بيحصل اللي احنا شفناه النهاردة. القاعدة موجودة، احنا مش عارفين نكسرها، وان كنا بنكسرها في القليل قوي. بس احنا قلنا الكلام ده كله يا كابتن ايمن قبل المباراة الحقيقة. قلنا ان احنا بنلعب فريق عنده امكانيات كبيرة قوي انها تقدر تجاريك في المباراة. ويمكن برضو لمحنا ان احنا دايما بيبقى عندنا تشكيل في اول هاف تايم بيحتاج رؤية وبيحتاج تعديل وبيحتاج شكل. ان كنا كمان كنا متقدمين بهدف، طب حصل التغيير سريع جدا في الهاف تايم، فاحنا قلنا حتى لو هيغير مش هيغير دلوقتي، يعني هيشتغل بنفس انما هو حس فعلا زي ما الكباتن قالوا ان هو ما عندوش سردباك جوه او ما عندوش عمق ممكن اي حد يخترق، وحصل له مشاكل في اول هاف تايم من العمق الدفاعي بتاعنا، ان الناس اللي بتلعب حتى مش مكانها يعني. مجهود كبير قوي حصل من الحقيقه من الفرقتين، جري كتير قوي في الملعب، محاولات كبيره جدا من الفرقتين، انما كان عشان نخلص والدرس اللي احنا عارفينه، وكل ما بنجيب هدف احنا بنبقى محتاجين الهدف الثاني اللي بيقتل المباراه. حصل نقل للكره في بطء، استسلام اللعيبه للريتم بتاع المباراه، بقى هم ريتم سريع جدا وعايزين يقلوا الكره في انت اللي بتعمل مشاكل، انت اللي عندك الميز باص، لولا الميز باص اللي بيحصل من عندك كنت الحكايه ما تقدرش تخليهم في السرعات دي او يبقوا موجودين عندك في الناحيه الثانيه. كان عندهم. بس خليني اقول لحضرتك حاجه في النقطه دي بعد اذنك كابتن شريف. انت كنت متقدم 1-0 وانت ليك الافضليه، ده في اول دقيقتين كمان ماشي، وانت ليك الافضليه. كان في اخطاء، اكيد كان في اخطاء كويس، ولكن انت ممكن تحافظ على المكسب 1-0. هو انت تحاسب على المكسب 1-0 في حاله انتظام خطوطك. يعني انت النهارده لو بتلعب 4-2-3-1 زي ما كنا بنلعبها بالطريقه دي، بتعمل ارتكاز في نص الملعب، يبقى عندك 2 واقفين دايما في نص الملعب يحموك من اي كونتر اتاك، عندك في عندك اطرافك موجوده على الطرف، ان كان كوكا او معلول او اكرم، بس بتبقى في ثوابت، في ارتكازات في الملعب، انت ما بتبقاش قلقان، حتى بتشيل الشكل عن حمدي فتحي وبدر بنون، ده هو علي ماهر ما لعبش غير على الحته دي، شايف ان في حمدي فتحي وبدر بنون هناك، فخلى احمد عاطف دايما بيعمل الكرات الطويله هناك في الناحيه الشمال في الناحيه الفاضيه. يقطع، يعمل سويتش من محمد فاروق لما يخش من الناحيه الثانيه، بيبقى عايز يخترقك دايما من الحته دي، العرضيات اللي بيعملها جوزيف. خلاص هو حاس ان انت بتلعب 3-4-3 فاتح له الجيم، انت هتعتمد دايما على الشكل اللي احنا قلنا عليه الهجومي الضاغط من القدام اللي هو اسمرك على الهدف الاولاني. وحاولت تعمل الكلام ده بس ما حصلش لغه التعاون في الشكل الهجومي بين بيرستا وشريف، ما حسيناش. انا مش فاكر اي هجمه راحت، انت لو عندك اي حاجه انت فاكرها من الهجمات، انا شايف ان الكره الوحيده اللي احنا كنا ممكن نستثمرها كنت انا وبلال بنتكلم فيها، اللي هي بتاعت اكرم لما دخل جوه ال 18، لو وقع اكرم في الحته دي وما حاربش على الكره من تاني اعتقد انها كانت ضربه جزاء، يعني حتى ما داش مساحه لا للحكم ولا للفار ولا لاي حاجه ان هو يساعده فيها يعني، وهي دي الكره الوحيده اللي انا فاكرها، وكوره محمد طاهر في الاخر اللي هي ما لبستش في رجله كويس وراحت خبطت في الباك وراحت، يبقى ده مش وقتك ولا يومك، وهم عملوا عليك كام زي كونتر اتاك كان ممكن يثمر الاهداف لولا يقظه الشناوي وواحده طلعت بره. احنا قلنا ان فرقه فيوتشر لو انت مش هتبقى ليدنج من اول الجيم وهتخلص المباراه هتحصل لك مشاكل وهيبقوا معاك في نفس الجيم ونفس الشكل عندهم من السرعات ومن اللعيبه اللي هي تقدر تجاريك، خاصه انت جاي من يعني مشاوير كبيره، اللي جاي من المنتخب واللي جايين من الكاس سوبر والسفر والحاجات دي. و دايما انا دايما يمكن مستر موسيماني حب يعمل النهارده تدوير في اللاعبين او يحط اي حد يقدر بالحاله البدنيه
يساعد النهارده خاصه في الشوط الاول. كان موجود السرعات او كان موجود كل حاجه، بس ده كان على حساب الاداء يعني، ما كانش على حساب كان على حساب التنفيذ. النهارده انا بدخل احمد نبيل كوكا بيبقى محتاج منه اداء معين، لا عارف هو يهاجم ولا عارف يدافع، خدت بالك بيسلم بس الباص والكلام ده وبس. الحاله الدفاعيه عليه قويه جدا، الحاله الكروسات اللي بتحصل عليه قويه جدا. فلو احنا من الاول عندنا الثوابت اللي هو عندنا سيرد باك كويس، ومن زي ما عمل في تاني تايم منزل ربيعه يعني، لو الشكل الهارموني بتاع الشكل ده بتاع الدفاعات مش هتطمع حتى الفرقه اللي قدامك، هيبقوا عايزين يطلعوا عندك من على الاطراف، عايزين يخشوا يعملوا اي تصويبات اي حاجه. فيمكن الشكل النهارده استفاد منه كتير، ومباراه كبيره، واحنا كنا عارفين واحنا قاعدين المباراه دي رايحه جايه وقلنا قبل كده. فكم من المباريات اللي انت هتشوفها بهذا الشكل حتى في البطوله اللي احنا رايحينها، هتلاقي فرق كبيره زي دي. وقلت لك انت كنت بتتكلم على الرجاء، انا قلت لك فيوتشر اقوى من الرجاء، فيوتشر عنده الامكانيات انه دايما يبقى في نص ملعبك الثاني. فهارد لك على التعادل، وان كان انا شايفه طبيعي النهارده على هذا الشكل اللي كان موجود.